من يومين خسر لبنان شخصية استثنائية ما بتتكرر. طبعت إيمانا بمسيرة صحفية سياسية وإنسانية عظيمة. لبنان خسر عميد الصحافة اللبنانية فجر النهار وفجر الوطن، فجر الوطن الأستاذ غسان تويني. ميراكس الوفاء، ميراكس الفخر لشخصية لبنانية متميزة من جيل الرواد. تحية من القلب الكبير لغسان تويني. بترك الكلمة للإعلامية بولا يعقوبيان والدكاترة فادي وزاهي الحلو. مساء الخير مجددا. مساء الخير. كان بودنا تكون البداية مع الفرح، إنما فقدان عملاق من عمالقة الصحافة والأدب والفكر والسياسة بلبنان بحتم علينا نوجه له تحية إكبار ببداية سهرتنا ونتذكره بفرح، الأستاذ الكبير غسان تويني. قصة بيت التويني مع الميراكس دور طويلة. بأولى حفلات الميراكس سنة 2000 أول ميراكس انعطى كان لأفضل صحافي الأستاذ جبران تويني يلي كان داعم كبير للميراكس دور. سنة 2005 كان ميراكس وفاء تكريمي للشاعرة الراحلة سيدة نادية تويني، واليوم بكل أسف كنا حابين نكرمه بحياته، إنما الموت غدرنا وسبقه، فبنكرم الراحل الكبير عملاق الكلمة عميد الصحافة الأستاذ غسان تويني. الليلة ما رح نطلب منكم أبدا توقفوا دقيقة صمت. غسان تويني كان يعشق الكلمات، إذا مدينا كلماته اللي كتبها على مدى أكثر من 60 سنة بتوصل يمكن للبحر، مش هون بحر جبال، بتوصل لبحر سور أو طرابلس يمكن. حياة هالإنسان كانت جلجلة سمعناها وشفناها كتير، بس جلجلة كتير بتشبه حياة وطنه لبنان. دفن كل العيلة مثل ما بتعرفوا بجنينة، وكان يتصبح ويتمسى مع أوجاعه. كتير شبه وطنه بهيدي المسألة وبمسائل كتير أخرى على طريقة حياته. يمكن من المسائل اللي كتير لافتة بمفكر إنه يقدر يكتب ويعيش بمبادئ كلماته، وهيك كان غسان تويني. أكبر دليل لما فقد آخر ولد لإله الكبير جبران تويني، كلنا منتذكر إنه طلع وقال بعز المرارة وبعز الأسى والحزن لازم نتعالى على الجروح ونتعالى على الأحقاد. هيدي مش كل واحد، وما شفناها كتير من سياسيين، يمكن كان بلدنا كتير أفضل لو الكل غسان تويني. نحن اليوم عم نكرمه صحيح، بس بدي كمان ذكر بفكرتين صغار. خريج هارفرد هو، كان قومي لما كانوا القوميين بالسجون، وكان مع السيادة والحرية والاستقلال لما السياديين كانوا عم ينقتلوا. بين الزمنين كان دايماً مواطن لبناني نموذجي. غسان تويني رحل دون أن يكون لبنان بلد على قد طموحاته، بس أكيد الكلمات اللي زرعها رح يوصل ربيع ويخليها تزهر. صحيح عائلته هلأ عم تتقبل تعازي، فصعب نقدم لهم الجائزة لإلهم، بس رح نقدمها لكل صحافي موجود بيناتنا ولكل صحافي عم يشاهدنا عبر الشاشة. في رسالة كمان من العائلة إلى القيمين على الميراكس: يعز علينا أن لا نكون معكم في هذا الاحتفال الذي تكرمون فيه عميد الصحافة اللبنانية والعربية، لكننا في الوقت عينه نعرب لكم باسم عائلة تويني وباسم جريدة النهار عن اعتزازنا بهذه الجائزة التكريمية، ونعاهدكم على أن الأسباب التي حملتكم على منحه هذه الجائزة ستظل نصب أعيننا فجر كل نهار، كما تود العائلة وأسرة النهار أن تشكر عبر منبركم وعبر شاشة MTV جميع اللبنانيين واللبنانيات على مواساتهم فقيدهم الغالي، كما تؤكد لهم أن محبتهم لغسان تويني الغالية تبقى أثمن تكريم لذكراه. الإمضاء عائلة تويني وأسرة النهار. شكرا لعائلة تويني، شكرا لك بولا. بما انه رح نهدي لكل الصحفيين، وانت صحفيه، رح نهديك تسلميها بامانه لبيت تويني. شكرا. النهار. شكرا.